لماتشو البوتشولين، تعود لماتشو، عرضية من ماتشو، فرصة لحسن يبدأ للوراء كاركانو، تنقل في الجهة اليسرى عند رونيكا، رونيكا داخل المنطقة، كافاني لمشا واخيرا هذا اللاعب اللي يضع حد للنحس اللي طارنا في المباراة الأخيرة في الوقت اللي توقعنا فيه بأن المباراة في طريقة للتعادل اللي أنا صاحب سبايك الشهير هو ماريكيرو يقول كلمة الفانتاجو الإسبقية والفوز الإعادة. شوف الكرة اللي استقبلها مراكي اللي كان في الموعد لتأكيد إمكانياته لتأكيد قدراته لتأكيد أهمية تواجده. مريكا مشاك هو المنقذ لنابولي خلال هذه الكرة اللي سددها في المرمى ليعلن تفوق